المحطة الأولى اللي هنعدي عليها هي محطة كنوز أجور العبادات. كل عبادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أنت فيها بتكون في حضرة الله، وبتكون ضيف على ربنا سبحانه وتعالى، ومش ممكن تكون ضيف على ربنا إلا ويكرمك بكم من الأجور في الدنيا وفي الآخرة، المادية والمعنوية. الأجور دي القرآن كان كريم جدا معانا، وسنة سيدنا رسول الله كانت بتفصل لنا كل أجر نفسي وكل أجر مادي في الدنيا، وثقل الموازين يوم القيامة ورا كل عبادة. لأن الإنسان بيحب أن يتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا اللي قال كده، قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. أنا هقولك على الأجور دي بقى كل مرة، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لما يتجمع بين عينيك كده كل الأجور اللي بتاخدها ورا كل عبادة، هتتملي بالهمة والشغف جواك يزيد إنك أنت تكون من أهل هذه العبادة. لكن الأهم من كده، لما أحكي لك عن كنوز أجور العبادات، هتتعرف قوي على كرم ربنا سبحانه وتعالى، ويعني إيه الله الواسع، واسع المغفرة وواسع العطاء، وإن أقل عبادة منك صغيرة كبيرة قوي عند ربنا، لأنك أنت كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. فالمحطة الأولى اللي هنقف عندها، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، محطة كنوز أجور العبادات.